مش هتكلم، هسيبكم تتفرجوا واستمتعوا بس كده. انا بقى هتكلم وممكن ابقى اشرح لكم شويه حاجات. احنا دلوقتي جوه متحف التاريخ الطبيعي في القسم المتعلق ب الحياه، حياه ما قبل الانسان ملايين السنين فاتت، مع تطور التاريخ، يعني التاريخ الطبيعي، لان هو المتحف اسمه متحف التاريخ الطبيعي زي ما انتم شايفين. طبعا هياكل عظمية من كائنات مختلفة، في منها الديناصور وفي منها يعني مثلا ده نوع من انواع فصيلة من فصائل الفيلة اللي كانت موجودة عايشة هنا في امريكا الشمالية. نوع من انواع طبعا ده التيركس، التيركس اللي بتشوفوه في افلام الجوراسيك بارك اللي هو بيبقى شراني جدا، هو ده. وطبعا هنا ده الهيكل العظمي بتاعه وهو بيهجم على نوع اخر من الديناصورات، انا مش فاكر اسمه، بنتي اللي عارفاه مظبوط، انا ما بعرفش انت اسمه، الديناصور اللي بيتاكل ده مش فاكر اسمه ايه بصراحه. بس هو عامه ده التيركس، ده اشرس انواع الديناصورات، شايفين؟ وتلاقي ايديه صغننه كده ازاي، بصوا ايديه صغيره ازاي. وده نوع تاني من الديناصورز اللي هو ده بيبقى ديناصور طيب وغلبان، بص جسمه قد ايه ورقبته وراسه صغننه خالص، شايفين راسه صغننه خالص ازاي. ده بقى غلبان، ده بياكل حشائش وحاجات نباتيه وكده. طبعا يعني حاجه ضخمه جدا لما تبقى واقف تحت حاجه زي كده، طبعا هي الكاميرا مش بتبين قوي برضو مدى ضخامه هذا المخلوق يعني، بس حاجه يعني سبحان الخالق. طبعا دي مخلوقات بحرية، ده هيكل عظمي بتاع السلحفاة المالية، مالية قصدي السلحفاة المائية. طبعا في المتحف بيبقى فيه زي ما انتم شايفين كده ستيشنز فيها دوكيومنتريز عن تاريخ الطبيعي بتاع كل فترة زمنية مر بها كوكب الأرض. هنا بيتكلموا عن التاريخ المدمر للمناخ على كوكب الأرض، واللي طبعا كان بيأثر على الديناصورات، واللي أدى بعد كده طبقا لبعض الدراسات ان هو السبب في انه الديناصورات انقرضت. هنا ده بيحكي تاريخ حوالي 66 مليون سنة فاتوا. After the asteroid impact, 90% of the floating crabmen became extinct. The food chain collapsed. This is devastating. These ancient items are so weird. طبعا لما تقفوا وتقروا كل الانفورميشن اللي موجوده هنا
على كل مكان بتروحوه هتستفيدوا جدا، بيانات ومعلومات جميلة. المتحف ده عادة يعني احنا جينا كتير بس كان بقالنا يمكن سنتين ثلاثة ما دخلناهوش، فالمعلومات اللي فيهم جددوه بطريقة جميلة، شكله بقى أفضل وطريقة العرض بقت أحسن والمعلومات ماشية ورا بعض بشكل سيكونس. يعني لو تخش المتحف من مكان معين تمشي فيه بطريقة معينة من أوله لآخره هتلاقي نفسك بتستعرض تاريخ الكوكب فعلا على مدار حوالي مثلا 100 مليون سنة كما يتوقعها الباحثون في هذا المجال بشكل منتظم ورا بعض ورا بعض. كل إيرا ليها البيانات بتاعتها، حتى عندهم قسم هنا برضو عن مصر ويعني الإيجيبتولوجي المصريات، حتى عن مصر الحديثة عندهم كده كم لقطة وكم صورة كده حاطينها لمصر الحديثة. طبعا يا جماعة أنا قلت لكم إنه المتحف بيحكي تاريخ الكوكب على مدار 100 مليون سنة، لا أنا آسف جدا، بيحكي تاريخ الكوكب على مدار 600 مليون سنة. 600 مليون سنة طبقا للحفريات اللي جمعها البشر عبر العصور المختلفة والدراسات الحديثة طبعا اللي بتكشف زمن وعمر كوكب الأرض. ف 600 مليون سنة ده جزء مثلا من التاريخ. بصوا مثلا ده نوع من أنواع الحشرات الطائرة، دي طولها يعني أنا بصورها هي على الحيطة، طولها حوالي يتجاوز طبعا هي مايلة على نفسها، يعني لو تاخدوا بالكم مايلة على نفسها شوية، شايفين عاملة ازاي كده، طولها حوالي متر. ده نوع من انواع الديدان او زي مثلا حاجه شبه ام 44 زمان، بس دي يمكن ام 250 حاجه زي كده مش عارف، ضخمه جدا. شوفوا كميه الرجلين بتاعتها، بصوا عندها رجلين قد ايه، شايفين مش 44 بقى خالص، ده حاجه كتير، شايفين حجمها قد ايه اصلا، حاجه يعني دي لو طلعت للواحد مثلا ممكن يجي له ايه بقى ان شاء الله مش عارف، ممكن يجي له كورونا مش عارف، حاجة مرعبة يعني. أنواع حشرات مختلفة وأنواع كائنات تانية مختلفة إيه برضو، ديناصوريات. يعني اللي يجي ويقعد يتمعن كده في الميوزيوم وياخد وقته هيلاقي نفسه محتاج حوالي بجد والله محتاج مثلا على الأقل عشان تخلصه كله وتبقى مستمتع بكل قسم فيه مظبوط، محتاج لك يعني فعلا حوالي 24 ساعة تقسمهم على كل الأقسام وتعمل كذا زيارة عشان تستمتع مظبوط وتجمع كل المعلومات. احنا دلوقتي هندخل برضو على قسم من، لو تاخدوا بالكم هنا ده تاريخ اليونيفرس او الكون طبقا لتوقعاته كده، حاجة يعني على مدار 3 مليار و700 مليون سنة، مش بس 600 مليون سنة حتى كمان. المتحف اتغير خالص عن قبل كده بصراحة، عملوا فيه حاجات كتير يعني فعلا يا جماعة، اللي يجي واشنطن دي سي لازم يزور المتحف ده لو بيحب يتعرف على تاريخ الكوكب. اشرحي لنا رانيا ده ايه؟ والله ده كراب جوز الهند، ده كوكونات كراب، اسمه كوكونات كراب اعتقد دي اللي هي تعتبر كابوريا جوز الهند، هي اسمها كده لان هي بتعيش تقريبا على شجره رانيا، مش على الشجره يعني شايف ده على النخل، ده على تقريبا هي ما بتعيش في الميه، شجره الكوكونات مثلا، شجره يمكن بتعيش على شجره كوكونات، وده الاكس بتاعتها، ده ايه ده بقى، ده انا مش عارفه ايه، نوع من الحشره بس انا مش عارفه ده اللي احنا بنسميه فرس النبي، ده بس دي بيعيش في الميه ولا نسيت اسمه بالانجليزي ما اعرفش ده ايه ربط العلاقه بينهم، ما قريتش، وما كاتبين انه في علاقه بينهم معينه،
هات وخد خد وهات حاجه كده. اللي احنا شايفينه دلوقتي ده معمل الحفريات جوه المتحف، يعني المتحف اهو الناس ماشيه عادي وكل حاجه، وبعدين بتشوف بقى معمل الحفريات، تشوف العلماء والباحثين في مجال الحفريات وهم بيشتغلوا بايدهم في الحفريات الحقيقيه، وازاي بيطلعوا الحفريات وكل ما يتعلق بيها. حتى لو تاخدوا بالكم هتلاقوا في واحد هناك قاعد جوه المكان الزجاجي جوه المعمل اهو، باين في زي ما انتم شايفين. ده طبعا بيبحث في مجال الحفريات وتقريبا بيبص على عينه معينه. بص هو بيوريكم بقى هنا وهو ازاي بيشتغل، بينظف الحفريه تقريبا بحيث انه يفصل العظم بتاع الحفريه مظبوط من المواد اللي متكونه حواليها، اذا كانت طبقات جيريه او رمل او حاجه زي كده زي ما انتم شايفين. هو حتى شارحين هنا جنبها بيقولوا ان ديت حفريه جمجمه لحاجه اسمها هايبسوجناثوس، مش عارف هايبسوجناثوس، an early reptile from the Permian period. ما اعرفش ايه Permian period، بس ده حاجه من الزواحف، يعني جمجمه كائن من الزواحف من العصر الهمبلوئي تقريبا حاجه زي كده. هو بيشتغل اهو زي ما انتم شايفين في الحفريه، حاجه جميله يعني، برضو ممكن تيجي تقضي وقت لطيف هنا تتفرج على حفريه. اتفرج على الحفريه معايا، الحفريه معايا، الحفريه حفريه معايا، نفر عتبه عتبه عتبه. هنا المكان ده اللي احنا داخلين فيه ده تنقلات البشر بقى عبر ملايين السنين او مئات الالاف من السنين، الناس راحت فين وجات منين عبر العصور، والبشر واشكالهم والحضارات وكده يعني. ده بيبحث في الحضارات المختلفة الحديثة، يعني أنا مثلا حاجات أفريقي. يعني ده تقريبا القسم ده بيبحث في حضارة الإنسان على مدار الحوالي 300-400 سنة اللي فاتوا، 500 سنة اللي فاتوا. احنا دلوقتي بنبص على حاجات من القارة الأفريقية، حضارات مختلفة من القارة الأفريقية. ده كوخ من الاكواخ بتاعة القبائل الافريقية اللي بتعيش طبعا في افريقيا، بيوريكوا شكله عامل ازاي من الداخل. وهنا مصر، حتة صغيرة كده عن مصر في السريع، يعني بيقولوا انه حضارة بقى لها 3500 سنة، الجزء ده يعني مش الحضارة كلها المصرية، لا الجزء ده حاجات من 3500 سنة. وهنا بيقول لك يعني انه كل الحضاره الانسانيه او البشر الاصل بتاعهم جاي من افريقيا، كل البشر الاصل بتاعهم جاي من افريقيا.
هنا دي صوره عن مصر تقريبا واخدينها من حته من الجزء بتاع نزله السمان زي ما انتم شايفين. يعني بصراحه احنا ما بتعجبناش الصوره دي، بنحس ان هم واخدينها من الاتجاه الغلط شويه، لانه انا يعني تحس ان هو قاصد ان هو الشخص المصور ياخد اللقطه من هنا. انا احساسي كده يعني، ويمكن احساسي غلط، انه ياخد اللقطه من المكان اللي كان محتاج يكون متوضب قبل ما تصور منه حضاره الاهرامات. بس يمكن هو كان قصده يبعت رساله اللي خد الصوره، وهو اكيد طبعا فوتوغرافر يعني مشهور، لانه الرساله اللي شكله عايز يبعتها يقول انه الحضاره دي اللي عملت الاهرامات دلوقتي بقى شكلها كده زي ما انتم شايفين. ربما لانه صور المباني، مع احترامي طبعا لكل اهلنا وحبايبنا في مصر والناس اللي ساكنه في المنطقه، انا عندي اصحاب كتير من نزله السمان، بس تحس انه ما كانش من المفترض ان الصور تتاخد بالمنظر ده. فانا حاسس ان هو عاملها قاصد، يعني يقول لك ده الشكل ده هو خليفه الحضاره دي، اهرامات. رساله بيبعتها برضو يمكن. طبعا 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 انا عايز اقول لكم على حاجه. انا كنت دلوقتي بتكلم مع حماتي، فهي بتقول لي انه المنطقه بتاعت نزله السمان الشكل اللي احنا شفناه من شويه دوت، بتقول لي ان هو اتشال. فلو انتوا عندكم معلومات طب قولوا لنا اتشال مثلا، راح فين دلوقتي؟ الناس اللي ساكنه هناك يعني خدوا اماكن بديله وكده ولا لا؟ نتمنى انه فعلا المنظر هناك يتحسن بشكل يليق بمصر وسمعه مصر في الخارج. احنا هنا دلوقتي في منطقه المحيط والكائنات اللي بتعيش في المحيط بقى. يعني بصوا ايه يا زوزو، ممكن تحكي لنا تقول لنا بيعملوا ايه ده بالظبط؟ They took pieces of trash from the ocean and like they made art from it. بياخدوا قطع من الحاجات اللي بتترمي في البحر او في المحيط يعني، وبيعملوا منها بدل ما هي بتبقى يعني قمامه، بيعملوا منها الاشكال اللي احنا شفناها ديت، الاشكال الحلوه اللي احنا شايفينها هنا. القسم اللي احنا داخلين عليه طبعا، القسم ده اللي هناك ده قسم المحيطات، شايفين ده حوت ما اعرفش الحوت انهي لون بقى، يمكن الازرق ولا ايه، حجمه كبير، هنرجع له تاني. احنا داخلين دلوقتي الهيومن اوريجينز تو ميمل اند ريست رومز، يعني اصول الانسان والكائنات الثدييه وبقية الغرف اللي موجودة هنا في المتحف. طبعا لو تبصوا هنا اللوحة دي من أولها من هناك لغاية هنا بتتكلم عن تطور الإنسان كما يعتقده العلماء طبقا للدراسات والأبحاث، يعني مش فاتي من دماغهم. ده الإنسان الأول خالص اللي هما بيقولوا كان موجود من 2 مليون، يعني بيقولوا ان هو كان موجود من حوالي 2,950,000 سنه ل 3,850,000، عاش في الفتره دي. بعد كده ودي المراحل بتاعته بالظبط، بعد كده بقى الشكل دوت اللي هو. طب نشوف الاول الشكل الاولاني دوت اسمه، تعالى نحاول نقراه يا رانيا. اسمه استروبيثيكس افرينيسس، طبعا اعذروني في النطق يعني انا مش متخصص في المجال ده. وبعد كده ده الشكل اللي عاش من 2 مليون سنه ل 2,700,000، اسمه استروبيثيكس افريكانوس، يعني يمكن ده اللي جاي من افريقيا يقصده مثلا. بعد كده في الكائن ده اللي هو برانثروبوس بويسس او بويسي، من 1,200,000 لمليون و 2,300,000. بعد كده في الشكل ده الهومو اريكتوس، ده اللي انا اعرفه يعني قريت فيه شويه.
ده الشكل دوت عاش من 1,890,000 سنة فاتوا لغاية 143,000 سنة فاتوا. بعد كده في الهومو هايدلبرجنسس ده عاش من 700,000 سنة لغاية 200,000 سنة فاتوا. بعد كده في عندنا الهومو فلوروسينس ده من 100,000 ل50,000 سنة فاتوا. بعد كده عندنا الهومو نياندرثالسس او الهومو نياندرثال ده اللي احنا بنسمع عنه كتير، ده عاش من 430,000 سنة لغاية 40,000 سنة فاتوا، لغاية اما ظهر الجنس بتاعنا البشري احنا اللي هو بيسموه الهومو سيبيان. احنا الجنس بتاعنا اسمه الهومو سيبيان. هنا في فيديو بيشرح طبعا كل اللي احنا اتكلمنا فيه دوت بشكل طبعا متخصص. ده قسم بقى التطور الانساني من بدايات الخليقة او خلق الانسان طبقا للنظريات العلمية لغاية النهاردة. طبعا اقول طبقا للنظريات العلمية، انا لا بدخل الدين في العلم بقى ولا العلم في الدين، انا بتكلم على ده اللي موجود حاليا هنا في المتحف. دي شجرة البشرية بدرجاتها الانسانية المختلفة، يعني لو تاخدوا بالكم البشر دي الشجرة بتاعتنا ككائنات بشرية بفصائلنا المختلفة لغاية ما وصلنا لدول دولت اللي هم اسمهم الهومو سيبينز. اهو هومو سيبينز زي ما انتم شايفين دولت اللي طبعا ده النياندرثال اللي هو قبلينا مباشرة، اللي عاش من 400,000 سنة لغاية 40,000 سنة فاتوا لما لغاية ما ظهر الجنس بتاعنا. ومعانا الهومو نياندرثالس برضو، انا الحقيقة مش عارف ايه الفرق بينهم قوي، لكن عامة هي دي اشكال التطور البشري. يعني بصوا طبعا احنا بنتكلم في 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 جنس اللي هو البشر تطور على مدار 3 مليون سنة تقريبا، او يمكن حتى 3 مليون سنة. وهنا حاطين كمان شكل الجمجمة للإنسان، ده الشكل الحالي، ده الشكل اللي قبليه، وده الشكل اللي قبليه يجد معين. وبعد كده ده الشكل اللي قبليه، وكله بالأدلة والبراهين، يعني مفيش فاتي يعني كل